تسمع عن مدحت الشعار العريش المعماريين صوم التاجر ومنها الرياضات والعلم. لهذه المناسبة أتقدم الشكر الجزيل للسيدة عمري الأخيرة على إشراف حسن الناصري لأشغال هذا اليوم ولكل من ساهم في إنجاح فعاليته من حري أو من جانب. حضرة السيدة والسادة، كنا نظمين هذه الأيام الوصفية هي مناسبة التأكيد لتحريض ولعرف أصبح راسخين ويتمثلان في حال اعتبار فعل التراث الوطني وتغيير الإسكان والسياسة المدينة بأهمية الهندسة المعمارية وبالدور المحوري الذي تقترن به فئة المهندسين المعماريين. وبالتالي الحاجة إلى تكريم هذه الفئة من جهة ومن جهة أخرى تحويل هذه المناسبة إلى فرصة للتفكير الجمالي في أفضل السياق والأساليب والإجراءات التي تمكننا من صون وطننا المعماري والحفاظ عليه. والروحيه هي شكل التنمية المحلية لموازاة العمل على تحسين المشهد العماني والمعماري في مجال التراث. كذلك نشير إلى أكثر فعل التراث الوطني والتغيير والإسكان والسياسة المدينة صدرت دوما حاملة لهاجس العمل على تقوية دور المهندس المعماري سواء من خلال التشريع أو الدعم أو المواكبة والتشجيع. كما لا تفوتني فرصة لكي أقول فيها بالمجهودات التي تبذلها هيئة المهندسين المعماريين في مجال التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بمواكبة مصالح الوزارة في إطار برنامج مساعد التقنية والمعمارية بالعالم الحضاري. كذلك أود التأكيد على تكاثف السلمى لأن هذه المناسبة السنوية تشكل فرصة فانحة للتفكير الجماعي والحوار الجدي من أجل بلورة توصيات واقتراحات عملية من شأن تنفيذها أن يساهم في إيجاد الحلول الملائمة للصعوبات والعراقيل التي تسعى لتحقيق تناسق المجالات الحضرية والعربية والمربوط بها من خلال اقتراحات تصورات مبتكرة وإجراءات عملية في مناخ من المشاركة والالتحائية من أجل تنمية مستدامة لجميع الأعمال والمجالات الترابية وتعزيز إشعارها كأحفاد اقتصادية بشكل يبدو متكامل وظيفي ويراعي التوازن والاستدامة. وعليه فإن نحن على إيش في مدينتين بالعرائش وحصر كبير ومن مختلف قرى ومراكزه الصاعدة ونسيجه المعماري يتوفر على كل المعطيات والإمكانات التي تؤهله لكي يتحول إلى عقد تنموي داخل جهات طنجة سطوان الحصينة التي تعرف ديلانية كبيرة مع التركيز على طابع نسيجه المعماري العتيق المتميز بطابعه الحضاري الفريد وحمولته الثقافية الخاصة. وبالتالي فإن رهان الرهان هو مضاعفة المجهودات وتضافرها من أجل تحويل هذا الموروث المعماري والعماني إلى قيمة مضافة على كل كافة المستويات. إنني أجدد الشكر لكل حاضرين والمساهمين في أشغال هذا اليوم وفي أشغال هذه الندوة العلمية، فإنني على يقين أن هذا اللقاء سيحقق كل الأهداف المرجوة من ورائنا الحالي وتنظيمه وسيشكل